عاجل تعيين محافظ شبوة السابق بن عداو في هذا المنصب الحكومي الهام. لنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر أن محافظ شبوة السابق الأستاذ محمد صالح بن عداو سوف يتم تعيينه من قبل مجلس القيادة الرئاسي في منصب حكومي بارز في التعديلات الحكومية القادمة. هذا وتلقى في وقت سابق مستشار رئيس الجمهورية محمد صالح بن عداو اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي للاطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية في الأردن. وخلال الاتصال جرى تشاور في بعض القضايا الوطنية العامة، ودعا الرئيس رشاد العليمي المستشار الرئاسي محمد صالح بن عداو للعودة للوطن والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلاد. من جانبه عبر المستشار الرئاسي محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عداو عن شكره وتقديره للرئيس العليمي على الاتصال والاطمئنان عليه، مؤكدا وقوفه إلى جانب المشروع الوطني. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.